لا يحتاج اسمه لمقدمات، فهو في الأهلي ثابت ومع جماهيره بطل. ثابت البطل، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني، وأفضل مدير كرة في تاريخ القلعة الحمراء، والذي تحل اليوم ذكرى وفاته بعد ساعات قليلة من قيادته لأبناء مارد الجزيرة للفوز على الزمالك. والهدف الثاني أبو تريكة، أبو تريكة الهدف الثاني، كرة بالعرض يخش يجيب الهدف الثاني، جون جميل جدا جدا، يخش على طول بالعرض رجله يجيب. ثابت البطل، رمز الوفاء والانتماء، تجسيد حقيقي لقيم الأهلي ومبادئه. هنقول ايه على واحد؟ لو انت عايز تشوف الأهلي بص في صورة الرجل ده، كل القيم بتاعة الأهلي تبص في صورة ثابت البطل. أحب أقول الله يرحمه ويسامحه ويجعل قراره الجنة يا رب. كم من الرجالة القليلة، الرجالة اللي صاحبة قرار من أجل النادي الأهلي وحبه في النادي الأهلي. طبعا قيمة وقامة في النادي الأهلي ولا يمكن حد ينساه خالص، يعني حاجة، وياريت كل الناس تاخد ثابت البطل عبر ليها، وإن النادي الأهلي ما بينساش ولاده إطلاقا. ثابت البطل كان اسمه على وسمة، كان بطل فعلا، وكان محب للنادي الأهلي بشكل عجيب جدا. حافظ على كل ما تعلمه من قيادات الأهلي الخالدة وورثه للاعبين، حتى بات أغلبهم الآن يطبقون نفس ما تعلموه. يعد الراحل العظيم ثابت البطل واحدا من حراس مرمى مصر العظام، ومن أحسن حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية. مثلما كان من أنجح مدير الكرة في تاريخ النادي الأهلي، ولد ثابت البطل في 16 سبتمبر 1953 بمدينة الحوامدية والتي تقع في جنوب محافظة الجيزة. بدأ مشواره الكروي في نادي شركة السكر بالحوامدية، انتقل للنادي الأهلي بعد اكتشافه بواسطة الكابتن عبد البقال عام 1972. لعب ثابت البطل للفريق الأول بالأهلي ابتداء من عام 1974، استمر في حراسة مرماه ومرمى المنتخب القومي حتى أعلن الاعتزال عام 1991، ثم عين مديرا للكرة بالنادي الأهلي مرتين، كما عمل مدربا لحراس المرمى في نادي بنياس الإماراتي ومديرا للكرة بنادي الاتحاد الليبي. حقق ثابت البطل بطولات عدة مع النادي الأهلي، فقد حصل على بطولة الدوري المصري 11 مرة، كأس مصر 6 مرات، كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري مرتين، كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 3 مرات، الكأس الأفرو أسيوية للأندية مرة واحدة. بينما كان له إنجازات كبيرة مع المنتخب المصري، إذ نال شرف الوصول مع المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد موسكو عام 1980 ولوس أنجلوس عام 1984، وإن لم يشترك في الأولى لانسحاب مصر احتجاجا على الغزو السوفيتي لأفغانستان وحالت إصابته دون الاشتراك في الثانية، كما فاز مع المنتخب أيضا بميدالية دورة الألعاب الإفريقية عام 1987. توج ثابت البطل تاريخه الحافل بالفوز مع المنتخب المصري بكأس أمم إفريقيا عام 1986، وأخيرا بالوصول إلى كأس العالم بإيطاليا عام 1990. كان كابتن لفريق النادي الأهلي ومنتخب مصر قبل اعتزاله عام 1991، وعمره يبلغ 37 عام، بعد أن لعب 60 مباراة دولية و225 مباراة محلية. كما حصل ثابت البطل وهو مدير للكرة بالنادي الأهلي على 6 بطولات للدوري الممتاز، كأس مصر مرة واحدة، البطولة العربية للأندية أبطال الدوري مرتين، كأس السوبر العربي مرتين. كانت شخصيته القوية وأسلوبه الحازم في إدارة شؤون الكرة بالنادي الأهلي هي أهم سماته الشخصية،
والتي تفتقدها الرياضة المصرية في كافة مجالاتها، مما جعل للكابتن الفقيد بصمة إدارية مؤثرة تتناقلها الإدارات المختلفة. توفي الكابتن ثابت البطل فجر يوم الاثنين 14 فبراير عام 2005 عن عمر لا هذا 51 عام. فهو في الأهلي ثابت، ومع جماهيره بطل. ثابت البطل.